طيب انا قلت لكم بمناسبه نانو والجوزيه، التجارب بتلحم مع بعضيها وبتقوي بعضيها، لانه بمجرد ما شخصيه الاهلي ظهرت بالثقه، لانه كان اهم حاجه في المردود مع موسيماني انه بقى في شخصيه في اداء الاهلي، الناس واثقه في شخصيه الاهلي، الناس كلها استنبطت واسترجعت ذكرى صوره الاهلي مع مانويل جوزيه. هل موسيماني على طريق هذه التجربه ولا لا؟ نسال او نشوف راي ابناء تجربه مانويل جوزيه. الصخره وائل جمعه كلامه مهم عن بيتسو موسيماني. موسيماني اتكلمنا عليه واتكلمنا على اهميه وجوده في النادي الاهلي واضافه كبيره وشخصيه تليق بالنادي الاهلي مهند، واضاف للنادي الاهلي، ومن ضمن الاضافات زي ما انت ذكرت قفشه نجم المباراه النهارده مع علي معلول. وجهه نظري كل اللاعبين بصراحه عملوا اداء جيد في المباراه، بيتفاوت بين لاعب واخر، انما كان الابرز في المباراه هو علي معلول وقفشه مع الشناوي طبعا اللي بيواصل الاداء المتميز. زي ما قلت الاهلي استغل اخطاء الوداد وكان ممكن يسجل اهداف اكتر، يعني في انفراد حسين الشحات اللي اسهل بالنسبه لي من كره قفشه الهدف الاول، انت انفراد سهل جدا، حسين والدنيا اهدى بالنسبه له، لاعب واحد اللي بيجري وراه عكس قفشه كان بيجري وراه ثلاث لاعبين. تعرف اكثر شيء كابتن وائل عجبني في الاهلي ورجعنا لايام زمان، الاهلي زمان كان مسيطر بالطول والعرض على افريقيا، ثقه، واضح الثقة عند اللاعبين، تركيز كامل، مفيش استعجال، ده شغل المدرب، شغل موسيماني، ده شغل المدرب. شوف يا سيدي، موسيماني شخصية تليق بالنادي الأهلي، كان يستطيع أن يفوز بعدد أكبر من الأهداف، وده اللي قاله موسيماني في المؤتمر بتاعه، قال كنت حابب أكثر سعادة لو جبنا الفرص اللي ضاعت مننا. بس أنا برضو يا جماعة أصعب كورة لأي لاعب الانفراد الكامل من نص يعني ما يكون في نص الملعب من نص الجول، يعني دي بتبقى كوره بتبقى عايزه قرار بدري شويه، لا عايزه ارقص هتبعد ارقص، وبعدين ازاي بتبقى محكومه قوي لما بيبقى على جنب، وخصوصا مع حسين الشحات اللي هو متعود يسجل من الاطراف قررت هنا. هو بيرتاح اكتر لما يبقى متطرف يقدر يلعبها في البعيده يعني. لكن باختصار وارد جدا انك انت تضيع فرصه